بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة من برنامج في التسعين الذي يأتيكم على شاشة الدبليو تي في. كالعادة مواضيع مهمة وتخص الرياضة المحلية والشباب الليبيين. اليوم نتحدث عن صدى الحلقة الماضية وهي التي تحدثنا فيها عن هجرة الشباب الليبيين، واليوم نتحدث عن مخاطر هذه الهجرة، تزايد أفكار اللجوء والهجرة لدى الرياضيين الليبيين. قبل الخوض في تفاصيل هذا الملف وهذه الحلقة دعوني أرحب بضيوف التسعين لهذه الحلقة، بداية من محلل دبليو تي في أسامة الفزاني. منور أسامة. أمسية طيبة عبدو ليك ولكل السادة المشاهدين على قناة الدبليو تي في. أيضا ينضم إلينا عبر السكايب البطل العالمي، بطل كمال الأجسام وبطل بطولة مستر أولمبيا، كمال القرقني عبر سكايب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك سادة عبد الرزاق، ومرحبتين بالكابتن زين. استخباركم أكيد. أيضا نرحب عبر الأقمار من طرابلس، ينضم إلينا الصحفي أسامة بحر. أسامة منورنا في التسعين. الباين أسامة مازال ما يسمعش فينا يا شباب. رحبوا بأسامة بحر. مشاهدين الكرام، قراءة تسبق هذا الموضوع ومن ثم نعود. نحكو في الواقع، نحكو لا فيريتي، نكتب ونغني وخنقتني العبرة. سامحيني يمي تفكيري في الهجرة، تم طموحي في العيشة برا، بلكي تأنى وش روحي تبرا. انتقل صدى أزمة اللجوء والهجرة التي طغت خلال السنوات الأخيرة على المشهد الرياضي بعد أن ضاق الحال بأطياف عدة من الشباب بما في ذلك الرياضيين عقب الكشف عن الكثير من الحقائق المتعلقة بالهجرة. ليواصل برنامج في التسعين طرح ملف هجرة الشباب وما تصاحبه من عواقب. أفكار الشباب في ليبيا باتت معلقة بين التشبت بخيوط الواقع المرير أو اللجوء لتجار البشر والانجرار خلف فرضيات الموت المتوقع. فهل تفتح أوروبا أبوابها للمهاجرين استغلالا لهم أم تعاطفا معهم؟ وما هي مسؤوليات المؤسسات الشبابية والاتحادات الرياضية في هذا الملف؟ وكيف تنظر اللجنة الأولمبية الدولية للمواهب القادمة فوق الأمواج؟ وهل يملك صناع القرار مشروعا يجنب أجيالا من الاندثار والغرق؟ هجرة الرياضيين وأيضا هجرة الشباب في ليبيا ربما موضوع مهم وأيضا صدى كبير في الفترة الأخيرة بعد هجرة العديد من الشباب الليبيين، وأيضا بعد الحلقة الماضية صدى كبير من خلال الشارع الرياضي وبعض اللاعبين والرياضيين اللي تواصلوا معنا وأكدوا أن ما زال في العديد من الشباب عندهم رغبة في الهجرة، وفي منهم حتى اللي عبر البحر. أسامة، الموضوع زاد كبر شوية وربما الشباب قاعدين مقتنعين بفكرة الهجرة وحتى من خلال الناس اللي تواصلت معنا. شوف عبد، الموضوع خطير. يعني الموضوع انت تعرف ان الشباب يعني شريحة ممكن 65% من المجتمع الليبي. يعني الشباب هم عماد الدولة، هم اللي تعب عليهم الدولة. يعني ما فيش ظروف مناسبة او مناخ مناسب يوفر له عيش كريم وحياة كريمة على ارضه، بين اهله وبين امه وابوه ويقرا. ويعني احنا شفنا الشباب وشفنا الحلقه اللي فاتت والاغلبيتهم ما شجعوش على الهجره، لكن الشاب طموحه، يعني ابسط طموح انه هو يعيش كويس، يقرا باهي، يكون يعني عنده دور في المجتمع يؤديه. فلهذا هنا الشباب الفكره اصبحت يعني لكل شاب ليبي انه هو يبي يهاجر، لان الوضع والواقع المرير اللي عايشه يحتم عليه انه هو انه يشوف الضفه الثانيه من المتوسط لعلها تكون جنه. يعني هي ماهيش بارادايس، مش جنه يعني وراء المتوسط، لربما هو الطريق
مليء بالاشواك وفيه نسبه حظ يعني احنا نقولوا 90% منكم مش كلهم ينجحوا الشباب، لكن انا نتمنى ان الشباب يكون عليه درجه عاليه من الوعي وان هو يكون في بلاده ويحقق طموحه داخل بلاده ويبني بلاده وان شاء الله يتوفر المناخ المناسب للشباب باش يقعدوا في بلاده في ليبيا قبل حتى اوروبا ان شاء الله. خلينا نمشي ناخذ راي كمال القرقني. كمال القرقني واحد من الابطال اللي شقوا البحار ربما من قبل فتره، وحتى لما كانت الظروف ربما افضل، ما ندويش على الجانب الرياضي، ندوي حتى على الجانب المعيشي في ليبيا. كمال ربما من 94 مشوا وطموح قديم انه هو يكون يعني بطل وصل اللي هو يحلم له، لكن اليوم الوضع تغير كمال والهجره بدت عبر البحار، وفي اللي ما يوصفها ان هي هجره غير شرعيه. خلي نقوله اليوم كيف ترى الموقف انت بالنسبه للشباب والرياضيين اللي بدوا يفكروا في الهجره عن طريق البحر؟ بارك الله فيك سيد عبد الرزاق. فعلا يعني الموضوع خطير وخطير جدا، يعني الموضوع ما هو سهل بدرجة أن كل واحد يفكر أنه يطلع وينجح. أول شيء يفكر أنه بيطلع بالهجرة غير شرعية، إحنا ما كناش نعرفه كليبيين، نعرفه مثلا توانسة الجزيرية المغاربة يحرقوا، توا بدنا نسمعه بالليبيين وهذه كارثة، كارثة كبيرة طبعا. المشكلة ما فيش ضمان، لو فعلا تضمن نفسك أنك أنت توصل وانت عندك الموهبه، اوكي حتى ولو عندك الموهبه مرات يعني ما تتاقلمش، مش حتحصل الامور مفتوحه قدامك. انا الاول هاجرت في ال 94 وممكن بامور شرعيه عن طريق البحار، ولكن ذاك الوقت في الحصار وكذا، ولكن تعبت في البدايه. تعبت كويس من موضوع الشغل، ما حصلت الشغل، موضوع اللغه، موضوع يعني امور كبيره، بس كان عندي طموح فعلا انني ما نرجعش الا ونحقق هدفي. وفعلا الحمد لله، ولكن ما كنتش نغامر مثلا نطلع نحرق على البحر، يعني مش لهالدرجه انني مستعد. صحيح حاليا الوضع يختلف، الوضع مثلا في ليبيا سبب فعلا يعني تضايقت، ممكن يقولوا ان هم يطلعوا لاوروبا حيتوفر لهم اللي هم يحلموا له او اللي هم يبوا يوصلوا له، ولكن الموضوع فعلا ما هوش سهل. ممكن انت يعني في نص البحر تكون يعني ضعت وتغرق بيك الفلوكة اللي تطلع بيها او الموضوع ما هو سهل شباب. يعني صراحة انا ممكن نكذب مثلا بيقولك لا هو وكذا هاجر ونجح ووصل، صحيح وصلنا، ولكن تفكر له هاجر، ممكن تهاجر بطريقة شرعية بطريقة افضل من طريقة البحر، ممكن تحاول تدير تخليها ممكن اخر شيء، يعني ممكن اخر لحظه ممكن تتواصل عن طريق في شباب كثير مثلا من الليبيين معروفين مثلا برا مصر كرياضيين وكذا، ممكن تتواصل معاهم، ممكن. بس البحر اخر شيء المفروض الواحد يلجا له صراحه، وضع صعب جدا وخطير، وما نتمناش اللي نشوف انا شخص طيب. ليبيا وعائله ليبيه يعني توصل للموضوع هذا يعني. ان شاء الله الشباب يسمعوا نصيحتك، ابقى معنا كمال. نمشوا لطرابلس عبر الاقمار، معنا الصحفي اسامه بحر. اسامه رحبنا بيك، نبي نسالك بدايه حتى من كونك كشاب، شو رايك في الظاهره نتاع هجره الشباب وهجره الرياضيين لاوروبا عن طريق البحر؟ اول شيء تحيه ليك عبد الرزاق، تحيه للكباتن معك. والله عبده هو لي جانبين باي اساسيين، هو الجانب المهني ان شخص بيمشي يمتهن مهنه معينه خارج البلد ويطمح للوصول الى حاله افضل مما هو عليه داخل البلد، والجانب الثاني جانب اجتماعي بحت. ولكن الطريق راهي مش مفروشه بالورود على الاطلاق من خلال حتى تجارب شخصيه في تواصل مع مجموعه كبيره من الناس اللي مسؤوله عن الرياضه خارج البلد. عبد الرزاق انت لما تقول ان انا نبي نحرق بطريقه غير شرعيه وبنمشي نمتهن او نحترف رياضه معينه في بلد اوروبي، انت راك تنحط في منافسه مع سكان البلد اصلا، ومن غير ذلك ينافس فيك مجموعه كثيره جدا من الرياضيين اللي جايين من كل اقطار العالم لنفس السبب. هذه النقطة الأساسية اللي يجب يحطها أي شاب يفكر في الهجرة وفي نفس الوقت أنه يمتهن الرياضة. السؤال الثاني، هل أنت لما بتهاجر بتقعد مستمر في نفس الكارير أو في الرياضة بصفة عامة بمختلف أنواعها أو أشكالها؟ الموضوع صعب وصعب جدا، حتى من ناحية لوائح ومن ناحية قوانين ومن ناحية أمور تنظيمية في مجال الرياضة، والإضافة الأخيرة حتى من ناحية أمور الأمور الورق، يعني الأمور اللي أنت بتقعد فيها في البلد بتستقر وبتعيش فيها وأنت كمهاجر غير شرعي.
من ناحية ثانية الظروف اللي موجودة عندنا حاليا في داخل البلد ومن توقف أنشطة من مرور سنوات هباء منثورة هي اللي خلت هذا التفكير اللي موجود عند الطبقة الشبابية إن صح التعبير في مختلف أنواع الرياضة. ولكن مهما كانت هذه الظروف ومهما كانت هذه المعطيات أنا بصراحة ما كنتش نتخيل في يوم من الأيام أن نجد أنفسنا في برنامج رياضي في ليبيا نناقشوا في قضية مثل هذه القضية. يعني الأمر غريب وغريب جدا. باي أسامة اليوم لو سألتك أنا على التعذر بالواقع متاعنا ربما بالنسبة للشاب هو أمر منطقي، يقول لك أنا في واقع مرير في ليبيا وقعدت نعاني، لكن الأمثلة اللي نضرب بها أمثلة النجاح اللي موجودة في أوروبا وحتى في 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 أمريكا ربما أمثلة النجاح اللي تسوق هي الأمثلة الناجحة بس، لكن في آلاف غرقوا وربما حتى ملايين وصلوا غادي وفشلوا. صحيح، يعني حتى التميز راه كان نسبته ما تتعداش ما توصلش حتى لواحد في المية. كم نسبة المهاجرين اللي نجحوا في مجال الرياضة، خليني نكون محددين يعني مش في مجال المعيشة الأخرى. أنت إذا كنت متميز في ليبيا في رياضة معينة راك لما بتمشي لهذا البلد مش حتكون متميز إلا لما تفرض إمكانياتك ولما تعاني كيف ما ذكر لك كمال الأمرين من أجل الوصول إلى مستوى التميز اللي بيمنح لك أنك أنت تمتهن الرياضة. إلا لو كانت الطموحات كلها تتغير نتيجة الواقع اللي موجود حالياً. عبد الرزاق لو نجو نحسبه بالبير والورقة حتى على الصعيد المحلي يا سيدي، على صعيد الليبيين اللي هاجروا ونجحوا في مجال الرياضة، أنا أكد لك مش حتتجاوز أصابع اليد الواحدة، يعني على الأصابع اليد تتكلم على ناس تميزت ونجحت في عالم الرياضة. فوين طالع أنت؟ أما مصير طالع له أو أما أي بيئة أنت طالع لها وتبي تتميز فيها وتبي تنافس فيها كيف ما ذكرت، فالتركيز على الجوانب الناجحة ما يخفيش الجوانب المظلمة الأخرى اللي كان نتيجتها إخفاقات ونتيجتها كارثية يعني إن صح التعبير. طيب ابقى معنا أسامة من طرابلس، نبي نرجع لأسامة في الاستوديو. أسامة، تأثير الأخبار السيئة ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا في هذا الموضوع هو اللي ربما في الفترة الأخيرة، خلينا نقول احنا في آخر 8 سنين حتى رياضيا ما كانتش ليبيا فيها نشاط كبير، علاش الفترة هذه بالذات تفاقم الوضع؟ انت شوف يعني هذا عبده من الفراغ، الشباب ضروري تملأ الفراغ متاعها بشيء معين. يعني احنا ذكرنا النشاط الرياضي متوقف في ليبيا، طموح الشباب يعني يكاد أن يكون حتى هو متوقف، مش متوقف حتى ميت مرات. يعني الشاب في بلاده ما يقدرش يطمح، ما يقدرش يمارس رياضة أو هوايته اللي هو متعود عليها أنه هو يمارسها بشكل طبيعي. وبعدين احنا ما نكذبوش على ارواحنا، احنا تكلمنا ان الطريق مش مفروشه بالورود لاوروبا، لكن حتى الوضع اللي عندك حتى الاهتمام، احنا لو عندنا وزارات وعندنا هيئات المفروض هي اللي تكون مفروض تحتوي الشباب وتلمهم وتحطها تحت جناحها، هي اللي تدير برامج للشباب، هي اللي تبعد الشباب عن على المشاكل وعلى الحروب وعلى الفتن وعلى يعني السوشيال ميديا الان عبده وين ما تتكى تحط راسك تلقى ممكن موقع تواصل اجتماعي كله هم غم كد حرب. قصدي الشباب يعني عنده طاقة في 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 عمر احنا نقوله من 18 الى 30 عام، يعني عنده طاقة بيفرخها، عنده طاقة يعني عنده هواية يعني بغض النظر على الرياضة، ما لقاش وين يفرغ طاقته يعني كشاب، وين بيمشي؟ بيقعد يخمم، بيقعد يفكر، بيقعد يشوف في أوروبا، يشوف الجانب الإيجابي فقط من أوروبا أو من أي بلاد ثانية، ما يشوفش في الجانب السلبي. ومن الجانب الفني أسامة، شبابنا يقدروا يمشوا لأوروبا هيك ويجربوا كذا، ولا احنا راهو بنلقوا روحنا تو من واحد ماشي حلمه رياضة لأنه عبارة على لاجئ يبحث على لقمة العيش. لا تقدر تمشي، هو الطموح الواحد ما يوقفش، يعني الطموح ما عندهاش ما توقفش عنده. يعني واحد ماشي من الصفر، لا ماشي لتجربة، لا ماشي لربما لا ماشي بيدير تست، ولا ماشي حتى لا صعب شوية في أكاديمية. عبده صعب شوية لأنك أنت بتصطدم بثقافة غير الثقافة وبناس غير الناس وببلد غير البلد، وزي ما تكرر الصحفي أسامة يعني أنت بتمشي بتعاند أهل البلد وبيكون يعني في هالبرياضيين وغيرك أنت جاي من برا حتى بيفرض نفسه، هي فيها نسبة من الحظ ممكن احنا نقولوا 1% او 2% حظ، والبقيه راهو بصراحه 99% روح في شل في اللي مات في البحر. يعني حاول انك انت تطلع بهجره شرعيه، تمشي بتاشيره وتمشي منظم وتجرب يا سيدي، ممكن تنجح وممكن لا، لان فيها نسبه نجاح
ونسبة إخفاق بدرجة كبيرة، لكن أنت بتحطش راو الهاجس إن هي الجنة بتمشي راو من الأول، لأني خلاص يعني كرياضي معناها عندي في أوج عطائي ومعروف في بلادي وكنجم نبي ننجح. لا يعني إحنا لاحظنا حتى في كرة القدم، إحنا الآن في لاعبين جوا لتونس ومشوا لمصر وما نجحوش، يعني لعبوا تجربة بسيطة جدا جدا وروحوا، فلهذا مش كلها مفروشة بالورود. طيب خلينا نمشي نسأل كمال في نفس الجانب. كمال تابع في أخبار ليبيا وتعرف الواقع الليبي اليوم، تأثير ربما البيئة المحيطة والأعلام والسوشيال ميديا في قرارات الشباب وقرار الرياضيين اللي ربما يشوفوا في نظرائهم من الدول الأخرى ناجحين، شو رأيك أنت في الفكرة متاع أنه والله أي واحد يشبح خبر كويس ولا بمجرد ما تنتشر ليبيا خلاص عليها، ليبيا تشاو عليها، يبدو بمسألتها وإحنا بنمشوا وبنهاجروا؟ والله طبعا كل اللي نشوفه فيه موضوع والله صعب جدا، يعني انا ما اكذبش عليك، يعني مثلا في حلول، اوكي ما انت ما تنظرش لاوروبا على طول، زي ما قال الكابتن اسامه في الزاني، مثلا في بعض الرياضيين مشوا لتونس، مشوا لمصر وما نجحوش، يا سيدي نعتبر ناخذ، ليش ما ناخذش الخطوه الاولى مصر؟ ليش ما ناخذش الخطوه الاولى تونس؟ ممكن اذا كان فعلا انك انت محترف قوي، او فعلا انك انت تشوف في نفسك عندك الموهبه اللي حيخطفوك بها، حيخطفوك حتى في تونس، حيخطفوك حتى في مصر، حيخطفوك حتى في أي دولة عربية وبعدين منها تنطلق. فضروري أنت ما تكون حاط لنفسك زي ما تقول حاط لنفسك أولويات منين توصل، مش يعني أنا أوروبا طول. أوروبا راهو فيها شيء صعب، يعني زي ما قال الأستاذ أسامة من طرابلس، مش يعني الوضع صعب، لأنك أنت ماشي بتنافس ناس اوريدي أهل البلد اللي موجودين بالمقيمين عندهم بالناس اللي تقدر تسافر لهم، يعني فعلا شيء كبير كبير، صعب صعب وصعب جدا. أنا نصيحة مثلا حتى ولو كان في مواهب يطلع يا سيدي عندك تركيا، عند يعني في دول احنا نقدر نوصل لها إن شاء الله بدون ما نقدم، بدون ما نطلع للخطر على البحر. البحر يا شباب وعر، فهذا القصد يعني، وممكن التجربة لا بأس منها، يعني ضروري ما تجرب أوكي، ولكن اول شيء فكر في نفسك، انت ماشي بتطور نفسك، تقصد ما تلقوش روحكم للتهلكه. اكزاكتلي بالضبط، فاحنا هذا قصدي، انت بتطور من نفسك، البحر يا اخي ينقلب عليك، احنا نشوف فيه والله شيء مؤسف صراحه. فبالعكس الطموح الواحد يطمح ان لو عنده فعلا الموهبه، راي الشباب مثلا الواحد يلعب في رياضه كمال الاجسام ويعرف كل العالم كله يتمرن، العالم كله يتريض في اجسام بشكل غير مش يوصلوا، في ناس تلعب كويس ولكن ما تقدرش تعيش عيشة الاحتراف، في ناس يعني تلعب مواهب قوية جدا، ممكن الكابتن الفزاني يوافقني في الرأي هذا، بس الحياة الاحترافية مش حياة سهلة، انت عندك في رجليك مثلا تلعب كورة مليح، ولكن الحياة الاحترافية دماغ ما عندكش. حنسألك بعدين كمال على شنو الشروط الاحترافية اللي ممكن لازم منها تكون انت قبل ما حتى تنوي انك انت تلعب برا او انك حتى تغامر تمشي في البحر، شن الحاجات اللي لازم تملكها باش توصل للاحتراف. خلينا نمشي لأسامة مرة اخرى في طرابلس. أسامة، اتفقوا الفزاني وكمال القرقني عليه، حتى لو وجود عامل فني وجود تميز على المستوى الكواليتي متاع الرياضي الليبي، قال لك انه يقدر يثبت روحه في مصر وفي تونس وربما حتى البحر، بدأ مسألة ثقافة وحتى تقليد. هو الرأي العام أو كيف ما شرط في السوشيال ميديا أو في الإعلام بصفة عامة أصبح رأي سوداوي جدا، كيف ما ذكرت يعني في مصطلحات ليبيا انتهت، يعني الموضوع أصبح حتى بيئة طاردة مش للجوانب الرياضية فقط ولكن كل الجوانب المختلفة. ولكن عبدو أنا نحب نشير لنقطة كيف ما ذكرها الكبات، نحب نأكد عليها، يعني الرياضات الفردية أو حتى الجماعية في مجملها باش تتبناك جهة معينة أو تتميز عندها لازم يكون في من وراك مشروع أو استفادة تجارية بحتة. يعني لو نتكلم على رياضات وألعاب فردية نتكلم على رعاة، الرعاة باش يجوا يتبنوك ويحتضنوك لازم تكون أنت عندك مجموعة من المقومات المميزات اللي يقدروا يستفيدوا منها تجاريا، هذا أحد الجوانب الرئيسية اللي تخليك أنت تتميز. يا سيدي في أسوأ الظروف أنا عايش في بيئة وفي واقع ماهوش مناسب أو متميز بنسبة كبيرة لي وما فيش حد ممكن يقدم لي من خلاله أي شيء، علاش ما يبداش الشاب نفسه يقيم قدراته وإمكانياته ويبدأ يشتغل وفق هذه القدرات والإمكانيات لين يوصل لمرحلة يقدر يطلع بطريقة شرعية قانونية؟
طيب لو سامه فيه تو يقول لك انا راهو ما لقيتش البيئه والمناخ اللي نقيم فيه روحي وما لقيتش حتى من يشوفني وما فيش نشاط، كيف ممكن انا نقنع ونقول له راهو انت حلك في تونس ولا في مصر ولا في تركيا ولا عن طريق ممكن وكيل بزنس ولا راعي ولا كذا ولا حتى تلقط فلوس بالمنطق وتمشي لي تجرب في اوروبا؟ عبدو ما فيش وكيل ولا في سمسار ولا في أي شخص في العالم حيستثمر فيك أنت كرياضي إلا لما تكون عندك إمكانيات ومقومات للاستثمار. نطرح مثال على اللاعبين الأفارقة اللي انتشروا في العالم شرقا وغربا وهم حتى من بيئة وظروفها أصعب منا احنا بمئة مرة. أنا مشيت لأفريقيا وشفت شن صاير غادي عبدو، مشيت ليبيريا، مشيت الكاميرون، مشيت لأنغولا، مشيت ساحل العاج، مشيت لمجموعة كبيرة من الدول، شفت البيئة اللي موجودين فيها كرياضيين. البيئة سيئة جدا عبدو، وعلى الرغم من ذلك تجد لاعبين تدرجوا في هذه الدول وطلعوا من هذه الدول. فما اعتقدش ان وقعنا احنا اللي حاليا سيء وسيء جدا، خلينا نتفق وناكد هذا، حيكون أسوأ من الدول هذه. يعني انت تتكلم على لاعبين وصلوا لاعلى المستويات في اوروبا، يعني تبي حتى نضرب لك امثله عبد ومستعد نضرب لك على جميع الاصعده والمجالات. ديدي دروغبا، صامويل ايتو، محمد صلاح، رمضان صبحي، جورج ويا منذ التسعينات، هذا كلهم طلعوا من البيئه الافريقيه راه. وحتى لما انتقلوا لاوروبا انتقلوا بطريقه قانونيه، ما انتقلوش عبر قوارب الهجره. سمي لي نموذج واحد من الرياضيين المتميزين في العالم مشى في قوارب الهجره على المستوى الذهبي تتكلم انت؟ صدقني قالك جورج ويا، نتكلم على الليفل 1 عرفتها، على اعلى المستويات. طيب اسامه، شوف الاهتمام ديما احنا نطلبوا فيه، وربما الاهتمام من قبل حتى ما يسوء الحال مطلوب، والرياضي الليبي مش مهتمين به وكذا. اليوم في لاعبين لعبوا باسماء دول اخرى حتى ما قبل تسوء الاحوال في ليبيا، فهل نقولوا ان في مشكله حتى من الناحيه المؤسساتيه في ليبيا؟ نعم عبدو، فيه من زمان. يعني راه اللاعب الليبي مظلوم، يعني عندنا مواهب احنا راه من الستينات والسبعينات راه عندنا لاعبين مظلومين عبدو، راه احنا ما عندناش اهتمام بالرياضه. يعني عندنا احنا الكواليتي وعندنا الجودة. طبعا اللاعب الليبي في كرة القدم، خليك على الألعاب الفردية، الألعاب الجماعية، اللاعب الليبي راهو عبده متفوق لو تشوف الكواليتي نتاعه، ممكن مش موجودة حتى في شمال أفريقيا، لكن مش موجود الاهتمام عبده من زمان. ما عندناش الاهتمام لا من هيئة الشباب والرياضة أو وزارة الشباب والرياضة بمسماها القديم اللجنة الشعبية العامة للرياضة، وتوا ما عندناش اهتمام اللجنة الأولمبية مع الأب البطل الأولمبي، الاستثمار في الأبطال الأولمبيين باكتشاف المواهب، ما عندناش اهتمام عبدو راهو بالرياضه. طيب. فلهذا الشباب هنا كل واحد يفكر انه هو يلعب في 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 بلاد يحمل اسمها باش يكون بطل. يعني احنا تو مثال كمال قرقني بطل عالمي، وكمال قرقني مثال اعلى لكل لاعب واصبح طموح. حتى كمال حطنا في موقف عبدو كان بالصراحه هو يسمع فينا كمال، حتى حطنا في موقف كمال، خلى الشباب انا بعد لفاز كمال ببطوله العالم للمستر مستر اولمبي، يعني شبحت هلبة شباب تاثروا به. يعني الشباب عنده طموح يوصل، مش عيب انه يوصل زي كمال قرقني، لكن ما يتخذش طريق الموت، لكن ما ياخذش طريق الموت. هنا النقطة. طيب. احنا متفقين في النقطة هذه. خلينا نرجع لأسامة بحر قبل ما نمشي لكمال. أسامة تكلمنا على دور المؤسسات، هيئة الشباب، وأيضا اللجنة الأولمبية والاتحادات والاهتمام برياضيها. اليوم نتكلموا على دورها في المرحلة هذه اللي هي مرحلة بعد ما تفاقم موضوع اللجوء والهجرة، قبل ما نختم معك عبد الرزاق. المعطيات واضحة وصريحة، يعني ما يقدرش أي حد ينكرها. خلينا نتكلموا على العشر سنوات الأخيرة، كما هي كمية الأنشطة الرياضية اللي قامت بها الاتحادات الرياضية المختلفة، مش حتجدها تتعدى ثلاثة أنشطة أو على الكثير أربعة أنشطة في خلال العشر سنوات الماضية، وكل نشاط ما تدورش عجلتها أكثر من ثلاثة أو أربعة شهور. لما نكلمك على 10 سنين راك تتكلم على جيل كامل من الشباب في فترة فراغ لمدة 10 سنوات، حتى ولو كان انه بيمتهن الرياضة او بتكون لقمة العيش ليه، انا ناكد لك نسبة كبيرة منهم حيتجاوزوها وحيفوتهم القطار ان صح التعبير، لان حتى مستواهم عاش حيسمح بالتنافسية. وهذا عيب اساسي ورئيسي في الجهات اللي كانت مسؤولة على الرياضة بصفة عامة وعلى الشباب يعني بصفة اخص وادق. ثاني حاجة عبدو، الاتحادات الرياضية اللي تحت مظلة اللجنة الأولمبية اللي تحت وزارة الشباب والرياضة ولا هيئة الشباب والرياضة ولا سماها ما شئت،
وكأن عجبتهم حالة الركود وحالة السكون وحالة عدم الابتكار وعدم إيجاد حلول. ومن منطق أن ما دامنا ما فيش مادة أو ما فيش عجلة والحجج والظروف ما فيش حلول، يعني خلاص نوقف العجلة ونحط كل شيء على الأرض ومعاش نتخذ أي شيء من الممكن أن يساهم في العجلة. أي مسؤول عبده ما عندهش القدرة على ابتكار الحلول صراحة يجب أن يتخلى عن المسؤولية المناطة به، وإلا لماذا هو وضع في موقع المسؤولية أو المكان اللي هو انحط من أجل أنه يقدم من أجل حلول أو شيء؟ والتجارب موجودة، هو غير كان كل حد منا يعني ياخذ تجارب حتى الدول الثانية ويحاول أنه يطبقها على أرض الواقع، صدقني لكانت الأمور مختلفة تماما. ولكن زي ما ذكرت لك هي الحالة العامة متاع الركود وأنه ما ندير شيء هي يعني عاجبة أو معجبة عدد كبير من المسؤولين، يعني من نواحي أن أنا باش نطلع من الصداع وباش أنا نتجنب المسؤولية بأني ما ندير شيء. طيب وصلنا تقريبا، مازال نسأله كمال قبل الفاصل، لكن خلي نشكره أسامة بحر اللي كان معنا عبر الأقمار من طرابلس. شكرا للصحفي الرياضي أسامة بحر، ونتمنى لك التوفيق، وأكيد أسامة بمجالات أخرى أكيد نتمنى لك التوفيق ربما بشق طريقة في التدريب. موفق يا أسامة. نبي نسأل كمال تكلمنا على جانب دعم المؤسسات، الاتحادات الرياضية، اللجنة الأولمبية، وأيضا هيئة الشباب والرياضة للشباب، كيف تحصرهم، كيف تعرف المواهب، كيف نقدر نفرزوهم. الدور اليوم اختلف، ربما ما رناش بيانات، ما رناش حملات توعوية، حتى واحد يخلي مسؤوليته من هذا الموضوع ويقول يلا اللي عنده القدرة أنه هو نقدر نساعده كاتحاد رياضي ولا كلجنة أولمبية يقدم لي هو شن يقدر يعطي أو شن موهبته. اوكي سيد عبد الرزاق، شوف بالنسبه لي انا نتكلم كأنا رئيس الاتحاد مثلا والاتحاد كمال لسام. كاتحاد كمال لسام صراحه يعني الحق بالنسبه لي انا مش مقصرين معي، دائما على تواصل، دائما على تواصل معاهم. بالنسبه للانشطه كانت تكون في انشطه، طبعا الانشطه وقفت السنه هذه بموضوع الكورونا وكذا، ف يعني الوضع كمال لسام مثلا يختلف، ممكن مفروض يكون انشط اكثر صحيح من هيك، ولكن الله غالب هذا وضع البلاد. أما كبالنسبة لي أنا شخصيا، أنا حاليا ما نتبعش الاتحاد مثلا كمال لسام، إحنا نتبع الاتحاد المحترفين. اتحاد محترفين في ليبيا مثلا ما عندناش، وأنا نعتبر دولة كدولة مثلا. بالنسبة للأنشطة المفروض فعلا تكون دولة، مفروض تكون فيه أكثر أنشطة، مفروض تكون فيه يعني متواصلة زيادة مع الشباب، ولكن الوضع يعني تعبان. بالنسبة نحكي كمال لسام بوضع الحرب والوضع السياسي، كمال أنتوا كبناء أجسام ما تأثرتوش هلبة، ربما كورونا فقط هي اللي أثرت بنسبة كبيرة عليكم، وحتى النشاطاتكم كانت في نسبة من التواصل أعتقد. لا في والله صراحة، كان اتحاد كمال لسام صراحة يعني في كانت للسنة الماضية سافروا ولعبوا بطولات خارج ليبيا، والحق يعني كان في نشاط ماشي الحال. السنة هذه وقفوا فعلا لأن موضوع الكورونا وتأجلت، وكانوا بيديروا محاولات يعني بطولات تختلف عن طريق الانترنت وكذا، ولكن هذه صعبة بعد ما صار في نقاش إن ما تصير الصراحة. ولكن كاتحاد كمال لسام أنا أعتقد إن ماشيين كويس وحيمشوا كويس. أما بالنسبة للوزارة أو بالنسبة للجنة الأولمبية، أنا والله ما يعني ما نعرفش إن لنبعيد على ليبيا، ما نعرفش إن الحاجات الثانية وكذا. حاليا بالنسبة لموضوع عينيك كمال، موضوع الكورونا، لأن عندي زي ما تعرف بطولة قريب إن شاء الله في شهر 9 اللي هي محافظة على اللقب، في تواصل يعني والله أعلم. وعود كثيرة قبل الموضوع جدا تعبان، ليش ما قالك أسامة السيد أسامة من طرابلس إنه ضروري ما يكون استثمار فعلا بحت في الرياضي. فعلا أنا لعبت باسم دولة تانية، استثمروا فيها، جبت لهم تقريبا 7 بطولات عالم، جبت لهم مثلا 10 بطولات آسيا، استثمروا فيها. لو لأن ليش شافوا فيك أنك أنت فعلا رياضي، حتكون بتجيب لهم الشيء هذا، أو بيشوفوك رياضي عادي. صعب، احنا شبابنا الليبيين مفروض أنك أنت توصل للقمة، تثبت نفسك، وبعدين كلها تجيك، كلها توصل لك وكلها هتجيك. هو يا كمال رو احنا لو ندو على مستوى دولة، ربما الرياضي وحتى لاعب كرة القدم ما زالت مش موجودة مهنة في الدولة الليبية، وحتى في القانون مش مدرج انه هو لاعب موهوب، على عكس باقي الدول. ربما انت كنت في قطر وتعرف النقطة هذه. فعلا فعلا اكيد صراحة، أن لما شفت ان نظام اللجنة الأولمبية في قطر كلوائح يعني مكافآت صراحة شيء كبير صراحة، يعني يستثمروا في الرياضيين، طوروا الرياضة. لوائح احنا ما عمري سمعت بلوائح مثلا
في ليبيا، يعني مكافآت الشاب مثلا رياضي بطولة العالم ليه مكافأة بالشكل زي هذا، بطولة مثلا أفريقيا، بطولة عربية، ما فيش صراحة. يعني نشوف أنا مثلا اللجنة الأولمبية تبي مراجعة كلوائح أو كإدارة من جديد، يعني كلجنة أولمبية، وحتى الناس المسؤولين ربما لازم يضعوا ثقة في الشاب الليبي وحتى يهتموا بهم شوية. نمشوا لفاصل مشاهدينا الكرام ونرجعوا في التسعين، خليكم قدام التلفزيون. رجعنا لكم من جديد في التسعين ونتكلم على هجرة الرياضيين الليبيين وعواقب هذا الموضوع والمخاطر متاعها، وأيضا نتكلم على دور الهيئات المؤسسات الدولة وأيضا اللجنة الأولمبية الدولية. نستقبله عبر الأقمار من طرابلس ضيفنا جديد الباشمهندس محمد قريميدا، مستشار اللجنة الأولمبية الليبية وأيضا المراقب الدولي. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك في التسعين. اهلا وسهلا بك وبضيوفك وبكافه المستمعين والمشاهدين في هذا البرنامج المتميز. خلي نبدا معك طول باش مهندس وناخذ رايك انت في 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 هجره الرياضيين وهذه الظاهره اللي ربما بدت تتفاقم حتى على مستوى ليبيا بغض النظر على باقي الدول، اللي من فتره الموضوع في اللجنه الاولمبيه الدوليه اصبح كبير وكبير شويه. طبعا اولا نحييكم على تناول هذا الحقيقه هذا الموضوع الخطير والخطير جدا. هجره الرياضيين لا تختلف في خطورتها على هجره الادمغه العربيه بشكل عام. الباقي انقطع الاتصال مع الأستاذ محمد قريميدا، هيأمنوننا الشباب أكيد الاتصال مرة أخرى. طيب قبل ما نتكلم مع أسامة خلي نستقبل عبر سكايب الدراج الدولي على الجزيري على واحد من العينات ربما اللي في الفترة الماضية كان في معسكر وكان في جنوب أفريقيا ورجع لليبيا واختلف عليه الوضع مرة أخرى وتوقف النشاط، على اليوم جيلكم من الرياضيين أصبح يفكر في الهجرة كثيرا. رحبوا بك، وش رأيك في هذا الموضوع؟ مساء الخير عبدو، مرحبتين بالضيوف الكرام. والله طبعا الهجرة هذه شيء جديد خاش على ليبيا، وقصدي موضوع هذا بدأ بكثرة في ليبيا والرياضيين بدوا يمشوا وحتى الشباب يعني، والأمر هذا يعود يرجع ل يعني للدولة والمؤسسة الدولة اللي هي هيئة الشباب والرياضة، المفروض يكون توفير لهم الإمكانيات بحيث انهم ما يتجوش القوارب الموت والهجره غير الشرعيه والامور هذه، المفروض انها يكون مع اهتمام بهم. علاء كان توخر شويه ترتاح للخلف شويه، خلينا نشوفوا صورتك كامله وتنورنا. علاء بنسالك 100 100، خليك هيك نبي نسالك جيلكم انتم، هل توا اصبح السفر عبر البحر وركوب الامواج والمخاطره هذه هو الحل الاخير لكم انتم حتى كرياضيين؟ اليوم علاء الجزيري دراج دولي وربما لو استقر الوضع شويه يقدر يلقى روحه. مزبوط صح، مزبوط، لو استقر الوضع لو يكون فيه دعم حيكون افضل، حيتغير التفكير حيتغير، لكن طبعا بالعقل اي رياضي يحصل يعني كيف يهاجر كيف بيطلع بيطلع من البلاد، لان الوضع البلاد يختلف، قاعدين في وضع حرب وقله امكانيات ونحن شباب طموحين يعني عندنا اهداف وعندنا بنوصل للشيء، عندنا ما نقدمه لليبيا وما زال نبي نقدمه لليبيا. وصلت للمرحله هذه من التفكير على انت وزملائك وحتى الدراجين اللي دربوا معك؟ والله نقول لك الحق يعني وصلت، لكن نتمنى انها تكون شرعيه، نتمنى انها تكون نطلع من البلاد تكون شرعيه، حتى ولو نطلع من البلاد حنقدم شيء، انا متاكد عندي ثقه في نفسي اني حنقدم شيء اني حندير شيء، وبعدين يكون الراجع هذا يكون للدوله تستفيد مني في المنتخبات في المشاركات في القدرات العربيه في الافريقيه. يعني لما انا نطلع من الدوله باهتمام حنلقى اهتمام وحنلقى دعم، لو انا ما مفروش يعني الامكانيات ما فيش يعني هيئه شباب الرياضه قاعده ما قدمت لنا شيء، مشكله هذه فهمت يعني. اكيد حيرجعوا للرياضيين كلهم حيرجعوا للهجره، واللي عنده طموح طبعا اللي عنده اهداف في اي مكان، طبعا في اي مكان في العالم لو عندك هدف
لو عندك طموح انك تتحقق حتقدر تحقق، لكن تطلع لاوروبا وتمشي وتتجه الطريق الغلط حتلقى روحك ضايع، حتلقى روحك بادي من الصفر وترجع لبلادك وما كانكش درت شيء. يا علاء، تحس ان توا في تسويق كبير في الموضوع هذا من خلال السوشيال ميديا وحتى في البيئه الرياضيه، والشباب اللي من عمركم خصيصا في تسويق كبير لموضوع الهجره، وانه ممكن راهو غادي تمشي انت. وكان علاء اليوم سافر وشاف الفرق بين ليبيا وباقي الدول من ناحيه الاحتراف وكذا، لكن في رياضيين ما يعرفوش ان راهو لما بتمشي غادي الوضع مش متاح بصفه كبيره. أكيد يعني لما تمشي لأوروبا أنت مش هتلقاها قدامك مفروشة ورد، حتتعب في البداية. أي إنسان طموح، أي إنسان عنده هدف يبي يوصل له يبي يحقق شيء، أكيد حياته لو ما تعبش ما أنا مش حيدير شيء أصلا. ومن الظروف الصعبة أنا يعني تخلق البطل، تطلع البطل الظروف الصعبة. وبالعكس أنا أتمنى توا في الوقت هذا اللي قاعد تمر فيه ليبيا من ظروف صعبة ومن الكورونا ومن كل شيء، أن الهيئة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وجميع المؤسسات الرياضية أنها تهتم بالرياضيين، لأن إيش الوقت هذا هو اللي تقدر تطلع منه رياضي. يا سيدي ما تخدش الجميع الرياضيين كلهم، خذ المميزين اهتم بهم اصرف عليهم. شو بياخذوا منك؟ ما ياخذوا منك شيء. أنت كوزارة كدولة يعني ليبيا نسمو بالمليارات ينصرفها هيك وخلاص، ما ياخذوا منك شيء. يعني تقدر تصرف عليهم وتقدر تحقق لهم أهدافهم وتوصل بهم وتحقق شيء لليبيا، فهمت؟ تغير الفكرة اللي برا. ان شاء الله صوتك مسموع يا علاء، ان شاء الله نتمنى ان صوتك يكون مسموع للمسؤولين. وخليك معي في اسئله نبيك تسمع اجاباتها. نرجع للاستاذ محمد قريميدة مستشار اللجنه الاولمبيه، وكنا سالناه على مساله هجره الرياضيين ورايه فيها، وخاصه ان هو قال ان هي مشابهه فقط، هذا اللي سمعناه، ان هي مشابهه لهجره الادمغه. نعم، زي ما ذكرت لك هي مشابهة لهجرة الأدمغة، وهذه ظاهرة سلبية وخطيرة وبتأثر طبعا على المجتمع وخسارة طبعا للدولة. أنا بنتكلم بس على نسمع خسارة في استثمارها للشباب، لأن الشباب تعرف أنهم رافد من روافد التنمية اللي بتعود على الدولة بالنفع وفي تنمية مواردها واستثمار هؤلاء الشباب. طيب لو سألتك اليوم على تأثير لكل تأثير العامل النفسي والوضع الليبي، وتسترسل تقدر تسترسل في الكلام يا باشمهندس. نعم، زي ما ذكرت لك أول لو جينا تكلمنا، أنا سمعت لمجموعة من التجارب للرياضيين. طبعا كل رياضي مشى، يا اما هو كانت اسباب هجرته هي امور اجتماعيه، او انه هو ماشي على اساس بيبرز امكانياته الرياضيه وبيبلغ الطموح، بيحاول كيف يشارك في مسابقات. انا طبعا بالنسبه لل انا بتكلم على دور كل كيان رياضي وشبابي وشن دوره. انا اللي نسمع فيه اكثر من شخص تكلم دائما يشيروا على اللجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه هي اخر كيان ممكن يوصل له الرياضي، ولم نسمع الرياضيين او حد تكلم عليه الانديه والاتحادات الرياضيه اللي هم القاعده، هم الاساس اللي بيبدا الرياضي من خلالهم من خلال طموحه ومشاركاته الدولية الرياضية. طيب لو سألتك على اللجنة الأولمبية، اللجنة الأولمبية الدولية تعاملها مع هذا الموضوع، كيف ترى عمليات القرصنة ما قبل ربما تعديل اللوائح وحتى وضعت نظام أساسي صعب للاجئين، وأيضا ما قبل هذا الموضوع؟ طبعا الموضوع هو من سنوات، طبعا هجرة الرياضيين استغلتها بعض الدول، وخاصة بعض نقول الدول الخليجية، واستغلت يعني تدني مستوى المعيشة في بعض البلدان الأفريقية وجنستهم، وأصبحوا يلعبوا بأسمائهم. طبعا هذا شكل قلق لبعض الاتحادات الدولية وللجنة الأولمبية الدولية، ورأت أن لابد من وضع برنامج ونظام
خاص بكل اتحاد، فبادرت اللجنة الأولمبية الدولية ومع مؤسسة العالم المفوضية العالمية للاجئين بتبني وبإنشاء مؤسسة اللاجئين الأولمبيين. هذه المؤسسة يشارك فيها أكثر من حوالي 70 منظمة رياضية مخلطة في اتحادات دولية وأندية، ومن بينهم AC ميلان والعديد من الاتحادات الوطنية، وأيضا من بينهم دولة قطر. هذه المؤسسة ساعدت وبتوفر البيئة الآمنة لاستقطاب هؤلاء اللاجئين والنازحين، بحيث أنهم تمكنهم أنهم هم تتمرنوا ويدربوا في بيئة آمنة، وبحيث تمكنهم من مشاركات في المنافسات الدولية والألعاب الأولمبية. فحتى يعني كان بداية في 2016 في الألعاب الأولمبية 2016 ريو دي جانيرو، حيث شكلت اللجنة الأولمبية الدولية مجموعة من اللاعبين الأولمبيين تحت الفريق الأولمبي، وشارك في عدة ألعاب في هذه الدورة. أيضا الآن يستعد الفريق الأولمبي للاجئين باشمهندس، موضوع وجودهم تحت الرايه الاولمبيه، هل هذا شيء يشجع الشباب الليبي انهم يمشوا؟ ممكن راه انت كانك موهوب تمشي تلعب انت في اوروبا وتحت الرايه الاولمبيه، ولا هو حل للناس اللي موجودين غادي؟ لا، هو باش يمكنوهم، لان زي ما ذكرت لك انا فيه ما يتمكنوش يشاركوا من خلال دولهم، فبالتالي وحتى ما يردخوش لدول أخرى تستغلهم وتعطيهم جنسيات أخرى بعيداً عن وطنهم الأم. فبالتالي جت هذه الفكرة وهذا التشجيع من اللجنة الأولمبية الدولية باش يمكنوا الرياضيين الأولمبيين من المشاركة في الألعاب الأولمبية، مع الاحتفاظ طبعاً بجنسيتهم ولكن تحت العلم الأولمبي. طيب خلي نمشوا لكمال القرقني عبر سكايب ونرجع لكمال. كمال، سمعت على القزيري الشاب اللي قال احنا وصلنا لمرحلة التفكير في ان احنا نهاجر، وسمعنا للأستاذ محمد قريميدا. اليوم نبيك تكلمني انت، الراجل اللي توصل او الشاب اللي يوصل لمرحلة الفكرة متاع الهجرة، شنو الشروط اللي لازم تتوفر فيه باش هو يقول راه انا لاعب محترف وموهوب ونبي نمشي نلعب ونستغل حتى الرياضة متاعي والموهبة متاعي في ان نمشي نكون رياضي في اوروبا؟ والله طبعا بالنسبه للرياضي طبعا ضروري ما يكون متقيم قبل لا يطلع، من يكون يعني في بعض الانديه او بعض مثلا نتكلم عن مثلا الليبيين يكون يعني مقيمينه كانديه ليبيه او ك مانيش عارف من اللي قيم في الشباب في ليبيا، يكون هو متصنف مثلا من افضل مثلا اللاعبين في ليبيا. يعني اذا انت مثلا افضل لاعب في ليبيا ممكن تحصل نفسك لما تكون برا ان شاء الله تحصل معهم دور، يعني فضروري ما تكون فعلا متصنف انك انت من التوب، مش انك انت عندك موهبه وكذا تحسب روحك بتوصل لشكل. هذه اول حاجه انك انت تكون متصنف يعني تصنيف عالي جدا في ليبيا في البلد اللي انت يعني مقيم فيها وتبي تطلع برا. وبعدين العقليه الاحترافيه نفس الشيء، لما تكون انت يعني فعلا مخك انك انت يعني تقدر تعاشر يعني الغربه، تقدر يعني امور مش حتكون سهله انك انت يعني زي ما تقول بتدير كل شيء، بتعطي كل شيء باش انك انت توصل لحلمك. طيب وصلت الفكره كمال، حنسالك بعد شويه على موضوع ثاني قبل ما نختمه، لكن نمشوا نشوفوا اراء الوسط الرياضي حول هجره الرياضيين الليبيين. طبعا الكل مسؤول، سواء الاجسام الرياضيه، سواء الحكومة، سواء هيئة الشباب والرياضة. يجب كما قال غازي القصيبي الكاتب السعودي، يجب أن نعترف بالفشل مثل ما نعترف بالانتصار. الحكومة للأسف الشديد فشلت في تبني الشباب في دمجهم في مؤسسات الدولة، وبالتالي يجب أن يعاد التفكير في دمج الشباب في مؤسسات الدولة، سواء في هيئة الشباب والرياضة أو في إقامة ملتقيات وندوات. بنقول لك أول حاجة، قصدي ما فيش حل إلا هي باي في الوقت الراهن اللي احنا فيه، ما فيش حل إلا هي. قصدي جميع الشباب فكروا في الحاجة هذه باي، وأنا ما ننصحهمش بيش هي هذا. قصدي فاها يا حيا يا موت، يا فاها توصل لحلمك، يا فاها قصدي بتضيع مستقبلك مرة واحدة. قصدي والله شو بنقول لك،
نتمنى يردوا لنا النشاط الرياضي بس. اكيد يا اخوي فكرت في الهجرة، قصدي كل شاب ليبي تو ولا انه يفكر في الهجرة وموضوع زيادة، انك انت هنا حياتي قصدي واقفة، في لا دوري شيء موقفين لنا الدوري، فهمتني؟ اكيد فكرت في موضوع الهجرة، لكن شني هو الموضوع الهجرة موضوع خليك تمشي للامام، فهمت؟ موضوع هجرة خليك تمشي للامام، لكن شني فكرت اني هنا نخدم نكون روحي هنا ونبي نلعب دوري الليبي هنا، ان شاء الله يرجع كورة هنا باذن الله ويصير خير ان شاء الله. نهاية الشباب الرياضة اعتقد مثل ما تدعم الأندية الرياضية يجب عليها أيضا أن تلتفت وتهتم بالشباب، لأن الشباب هم وقود البلاد. والله تهتم بينا، قصدي تدورنا، ما تخلينا شكي، على الأقل يردونا الملاعب، يردونا الأنشطة الرياضية، نبو نتمرن ونبو نرجع، قصدي زي قبل، إحنا قصدي هالباجي الضاعي. كانت هذه الآراء الوسط الرياضي، وسامة سمعنا حتى لاعبين ربما معروفين حتى على مستوى الدوري الممتاز، وفي اللي لاعب منتخب الشباب محمد عادل، ربما شو رأيك أنت في الناس قالوا إحنا خلاص بدنا نفكروا في الهجرة؟ شوف يا عبد المو، إحنا تكلمنا على اهتمام وتكلمنا على النشاط، إحنا في آخر 10 سنين قديش دوري درنا؟ هذه بالنسبة للرياضات الجماعية ممكن 3 دوريات في 10 سنوات. يعني الرياضة إحنا تكلمنا فيما سبق إن هي باب رزق ومصدر رزق لعديد من اللاعبين والرياضيين والإداريين والمدربين، يا ما بالك للرياضات الأولمبية. أنت يعني إحنا حتى ما فيش نادي متكامل عبده للرياضات الأولمبية زي ما تفضل كمال قرقني، ما فيش، ما عندناش أندية مهتمة بالجمباز بالجودو كمال، قالك حتى من بيقيم بألعاب القوة التقييم ما فيش، الاتحادات الفرعية كلها والاتحاد العام سواء لكل الرياضات لجنة الأولمبية ما عندناش منظومة باش تقيم اللاعبين، ما فيش من يقيم، ما فيش منظومة تقيم أي لاعب وتعطيه مثلا التقييم الصحيح باش هو يكون السوبر ستار في ليبيا، الرياضي زي ما تقول احنا نقولوا الاول مثلا، وتصنيفه يكون عالي ولا تصنيف يعني عندهم الاي والبي والسي، ما فيش تصنيف. طيب. ما فيش حتى واحد. وبعدين عبده ضروري ضروري الاتحادات اللي تصرف لهم اموال الان وموقفين النشاط، ايه المفروض، ايه المفروض الاتحاد واللجنه الاولمبيه والانديه، ما نجيش واحد نسمع كلام واحد غوغائي هنا يوقف لي النشاط ويوقف مصدر رزق الرياضيين في ليبيا. خلي الناس تعيش وخلي الناس تلعب وخلي الناس يعني تمارس الهواية متاعها. هو حتى الحسابات عبد الله، طيب. احنا شفنا حتى رياضيين تو رياضي في منتخب الشباب قال لك هذا حل يعتبر، لكن ما نشجعش عليه. لمن يعود هذا؟ يعود على الاتحاد الكورة وعلى اللجنة الأولمبية وعلى الهيئة الشباب والرياضة. شوفوا الشباب لوين وصلوا. طيب خلي نمشي لي على الجزيري، على دراجنا الدولي، ربما سمعت انت الاراء وشفت شن قالوا لك الكباتن، نبيك تقول لي شو رسالتك انت ليك ولزملائك الرياضيين. والله طبعا الهجرة هذه ما انا نفسي كنفسي ما نصحش بها، لان فيها حياه وموت، وهذا شيء ربك يكتب له وين انت وين تموت، لكن ما فيش حل ثاني. يعني قصدي فيش اهتمام يعني بالرياضيين. احنا انا وصلت مرحله في 2017 كنت محترف في فريق بحريني في الفي اي بي، بعدين رجعت هنا ليبيا على اساس نلقى اخره في الدوري متاعنا والسباقات، قصدي كل شيء ضعيف، فهم؟ مشيت الفتره الاخيره بديت سنه لجنوب افريقيا، هو كان معسكر تقدير يقول لفرق 50 يوم، يعني ما كانش عندي فرصة إني أتميز فيها أخرى، وبالعكس غادي قدمت يعني في جنوب أفريقيا قدرت نتائج كويسة وحققت ترتيب كويس، ومع أن جنوب أفريقيا يعني من الدول المنافسة في رياضة الدراجات يعني معروفة دوليا، وقبل فترة حصلت الميدالية الفضية بطولة عربية. قصدي ما فيش دعم، ما فيش اهتمام، فرصة لي بعدين فرصة، نحن تو بنشوفوا حاجة ثانية، فهم؟ طيب شكرا ليك، نشكر هاي اعطيني شنو عندك في الأخير. هاي علاء سمعتني، يعني بقول لك أنا أسمع فيك. يعني ايه تفضل. نتمنى أن يكون الاهتمام من هيئة الشباب والرياضة ومن من لجنة الأولمبية، من لجنة الأولمبية الحق فترة فاتت وقف معي شوية، لكن نبوا أهداف طويلة المدى، يعني نبوا نستمر نبوا نوصل الأولمبياد لبطولة العالم، لأن تصفية طموح عندنا مقدمة. طيب شكرا لعلاء الجزيري الدراج الدولي، واكيد نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله يعني الحياه الرياضيه تعود من جديد، وخاصه للرياضيين امثالكم الابطال، نرجع
محمد قريميدة من طرابلس. أستاذ محمد، سمعنا الآراء المختلفة، لكن نبي نسألك اليوم، كمال قال ما نعرفش من اللي يقيم، وأسامة الفزاني قال ما فيش منظومة، شن النظرة اللي ممكن تتوفر في الاتحادات وفي النرجة الأولمبية، أنه إحنا نعرف والله عندنا مواهب، قداش عندنا رياضي، كيف نقدر نقيمه رياضيين ونقول والله هذا ممكن منحول فرصة إنه هو يكون نجم ويمثل ليبيا في دول أخرى؟ طبعا هو بالأساس اللي قيم الرياضي هو الاتحاد. الاتحاد لابد عنده قاعدة بيانات وبتبع الرياضيين بتاعه وعارف وين مستوياتهم، وبالتالي الاتحاد الوطني هو من يقدم الرياضي اللي عنده المتميز أو الرياضيين النخبة اللي عنده، وبالتالي يتواصل مع مثلا اللجنة الأولمبية لديها برامج اللي هي فيما يتعلق بمنحة الأولمبية، وبالتالي هو دائما مطلوب منها هذا أن يتقدم رياضينا. فأولا من يقيم هو الاتحادات الوطنية. طيب لو نسألك ربما حتى ككونك مستشار للجنة الأولمبية الليبية، كيفية إيجاد مبادرة أو خطة أو حل حتى مسكن مبدئيا وبعدين مشروع طويل المدى لهذه الفترة العصيبة اللي مر بها الرياضي الليبي؟ هو لازم، أنا في رأيي لابد أن نتبنى مشروع وطني لدعم الرياضيين المتميزين ورياضي النخبة. الموضوع هذا لابد يشترك فيه القطاعات الشبابية في الدولة، قطاعات الرياضية، نقصد الاتحادات الرياضية والقطاعات الشبابية، إضافة إلى اللجنة الأولمبية الليبية. أيضا لا ننسى مساهمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إذن هو الموضوع موضوع مشروع متكامل، لابد، لأن احنا الشريحة زي ما قال أسامة بكري، احنا عندنا شريحة الشباب حوالي 65%، وجلهم اللي ما يمارسش الرياضة يتبع فيها يعني وشغوف بها، وبالتالي هو مشروع وطني. طيب بما انه هو مشروع دولة باشمهندس، نبي نسألك رسالتك الأخيرة بحكم ان الوقت والله يضيق في اقل من دقيقة، رسالتك للمسؤولين وايضا للرياضيين اللي يفكروا في الهجرة في هذه الفترة. لا، هي طبعا هو شوف الهجرة انا ما نشجعش عليها، ولكن نشجع على ضروره ان نستثمروا رياضينا المتميزين بالداخل. ايضا يا عبد الرزاق ما ننساش مساهمات الشركات الوطنيه، لان عندها دور مجتمعي لابد ان تقوم به، وخاصه يعني لبعض الرياضيين المتميزين اللي شقوا طريقهم لابد يكون عندنا لهم دعم من خلال هذه المؤسسات زي شركه ليبيانا وشركه المدار وشركات اخرى. هذه المساهمه المجتمعيه لابد منها. ايضا لابد نعيد النظر في اعاده تأطير هيكليات الدولة الشبابية والرياضية. طيب فهمت عليك، ربما الباشمهندس يسأل أو ربما طالب أن هو الرسالة تكون وين دور العمل التطوعي والكشاف والشباب وكل مؤسسات الشباب، ربما المجلس الأعلى للشباب. أخيرا نمشوا لكمال قرقني، نشكره أكيد الباشمهندس محمد قريميدة، شكرا لك باشمهندس. في دقيقة كمال قرقني، رسالتك أنت للمسؤولين وللشباب وللرياضيين. أنا يا سيد عبد الرزاق، أول رسالة لي طبعا للأندية زي ما قال السيد محمد قريميدة، الأندية هم اللي مفروض يستثمروا في الرياضيين متاعهم. أنت نشوفوا الأندية في العالم الخارجي طبعا، العالم الأوروبي، العالم المتطور. أنا لما عندي نادي نقدر اللاعب نطوره، حاليا حتى الدنيا مسكرة ناخذ اللعيبة متاعي نطورها كذا، أنا نعرضها بعدين نقعد نبزنس فيها، يعني نستثمر فيها. بالنسبة للشباب والمسؤولين مفروض فعلا يتجهوا، أنا ما نوجهش طبعا، ما نعرفش إني وزارة الشباب والرياضة، ما نعرفش إني اللجنة الأولمبية، ولكن لومي كله على الاتحادات اللي هم عندهم رياضيينهم ومش واقفين معاهم، وخصوصا في الفترة هذه أنت ما عندكش مصاريف، أنت ما عندك شيء حاليا، ما عندكش مصاريف خارجية، اهتم بالداخل. ولكن للأسف على قولتك كلهم يحبوا يبوا تقعميز وكلهم يبوا شيء. وننصح تاني الشباب ما يفكروش في الهجرة عن طريق البحر، حاولوا أوكي
يكون طموح وفكر في الهجرة لكن بالطريقة الشرعية، وإن شاء الله إن شاء الله حتوصل. شكرا للبطل العالمي كمال القرقني وبطل مستر أولمبيا، وأكيد نتمنى له التوفيق في الحفاظ على اللقب، وحتى بطل ديما حتى في ظهوره معنا. وسامة رسالتك الأخيرة. والله رسالتي الأخيرة أن بصراحة نشوفوا إحنا بالنسبة للمسؤولين أن تكون شوفوا كمال قرقني 7 بطولات عالم وعشرة آسيا، يعني علاش ما يكونش في ليبيا؟ علاش ما يكونش بطل ليبيا؟ تصرف على الاتحادات الأولمبية الليبية والاتحادات الليبية. هو توا خلاص كمال قرقني وحتى حتى على الجزيرة، حتى على الجزيرة الدراج شارك مع البحرين مع جنوب أفريقيا، يعني حرام فرض نستف المنوفيه. احنا نتمنى اهتمام الاتحادات كلهم صحيح. يكون زي اهتمام بناء الاجسام بكمال القرقني والنتائج العالميه حتى طبعا والنتائج العالميه اللي حققها. مشاهدينا الكرام وصلنا للختام، نتمنى ان الرياضيين الليبيين يكون فيهم اهتمام، الاتحادات الرياضيه لازم تهتم برياضيين تسوقهم يكونوا حتى لاعبين محليين، هيئه الشباب والرياضه قطاع الشباب على وجه الخصوص ان شاء الله حتى يمشوا يتلاقوا مع السفارات ويعطوهم تاشيرات يسافروا، اللي جرب باهي ونجح او كان اللي ما نجحش يروح على روحه. حتى المكافآت ضروري تكون عاليه منح. ضروري طيب. تكون عاليه المكافآت والتشجيع. شكرا طيب. شكرا اسامه. مشاهدينا الكرام وصلنا للختام، الى اللقاء.